منا صباح الفل عليكي وعمل الفل. جميل جدا جدا. صباح الفل يا جماعه، ازيكم كلكم؟ احنا زي الفل الحمد لله. وفي تشكرات جايه لك من حسام، هو اكيد على فكره مش لوحده، يعني الشكر موصول من كل الناس اللي شافت هذه الحاله الفنيه الجميله وحاله الحب الجميله اللي انت كتبتي كلماتها بنفسك. فاولا بنهنيكي وبنشكرك، وثانيا عايز اعرف منك بقى برضو ملابسات الكتابه وملابسات العمل من زاويتك انت تحديدا. اولا طبعا انا مش محتاجه اقول هو يعني قد ايه شرف ليا ان انا اشتغل على بروجكت زي ده، مش بس عشان بجد حبنا صادق جدا لمؤمن كابتن مؤمن، بس مش بس كده بجد، بس هو عشان كل حد شارك في الاغنيه، هو بجد حد الواحد يتشرف بيهم حتى لو بنعمل بروجكت تجاري. فما بالك بقى ان احنا بنعمل كمان حاجه احنا حابينها زي ما بيسموها فاشن بروجكت، او يعني طبعا مشروع كده كلنا بنعمله من دافع واحد بس، وهو الحب والمسانده، مفيش اي نقطه شعور تاني يعني، فاهم قصدي؟ كلنا بلا استثناء هنا لسبب واحد بس، هو المسانده والحب، مفيش اي حد ليه اي هدف تاني. فهي كانت حاجه يعني انا مش عايزه مثلا اقولها ان انا كنت بعملها كانها حاجه مني، هي انا معتبراها خدمه ليا انا، فاهم قصدي؟ طبعا هي حاجه فرصه ليا انا اولا ان انا اعبر عن نفسي واعبر عن حبي ومساندتي لكابتن مؤمن اللي ما كنتش اعرف الحقيقه ازاي اوصل بطريقه ثانيه. انا عمري ما قابلت في حياتي وهو غالبا ما يعرفنيش، بس انا اكيد من ايام ما كان بيلعب ولحد النهارده بحبه جدا، ودي كانت فرصه ليا ان انا اعرف اوصل له احساسي ده، وفرصه ليا ان انا اتعامل مع كل الناس اللي حصل بينهم التعاون ده. هو اكيد عارفك يا منى، طالما اسمك بالكامل منى عدلي قيعي فتاكدي ان هو عارفك كويس بطبيعه الحال. احنا بنهنيكي وبنشكرك شكرا جزيلا، ولازم تيجي تنورينا بقى مره ان شاء الله في 10 الصبح في الاهلي. والله اتشرف ان شاء الله، ده احنا نتشرف بيكي. بنهنيكي وبنشكرك شكرا جزيلا.